السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الجدي، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. مواليد برد الجدي، ننزل فيها التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله، سورة الحديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبون الطاهرون، بسم الله الكاشف. عندك في تغير مسكن، أو حابب تغير سكن، عندك تغير من مكان لمكان، راح تغير المسكن اللي أنت فيه، راح تغير المسكن اللي انت فيه. في ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، ثلاث مكالمات يعني مهمين، المكالمات دي داير لك الفترة دي، فيهم يعني أخبار، أرى فيهم أخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل أو علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هما داير لك مكالمة تخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم واجتماع مع بعضيكم. يعني أفضل ما تقولش الحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة. ستفادى، لأنك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى، الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك، هناك يعني شخص أراه يحبك والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة، احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف، عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقتهم راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين، راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك، هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك، كل حاجة راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك، رغم إن دواك كل الزعل، رغم إن دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرج. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لأنك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة أو ربح أو حد زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الأبواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الأبواب المغلقة اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها بأي طرق راح تنفتح قدامك، فاستغل كل الفرص اللي تقع أمامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع أمامك حتى توصل لهدفك أو توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان،
في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص سنة عاوز يستغلك خلي بالك منه، في شخص سنة راح عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو، السفر ده كويس يعني هيكون في أصدقاء أو سفر لشغل. في عندك سفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، يا انت زعلان على حد يعني، حد زعلان عليها او حد مسدون، حد يعني مسدون عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام باذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمه وتعويضات، لديك في رفعها لمكانه عاليه، المكانه دي عاليه يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية أو عمل أنت مقدمه على وظيفة أو في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالك يعني. أراكم هنا، بس أنتوا هنا يعني غير مهتمين، ما مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي ما مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس، تسمح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي أرجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى يأخذ النعمة اللي معاك، يتمنى يأخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضو ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح، ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني راه يبدا معكم علاقة جديدة، او حابب يبدا معكم قصة جديدة او حياة جديدة. هذا القراءة احبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني أسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك أنت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الأمور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء، حكم عقلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر،
وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم يا برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بالثعابين أو أفاعي. عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك أو شفتي اللي سحرك، شفتي اللي أذاكي، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيزجيه السحر. في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، دايلك الخير، دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني أنت عارف إيه مشكلتك، انت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك، برضو انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع وكلمة تخليك في سبع ارض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك مش يعني يدع عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويدي معاك، يحل معاك العصبية أو الضيقة، ويفهم، يفهم ايه خايف من ايه او وجعك ايه او حزنك ايه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد ايه يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى، قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك. يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرى فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني انا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي سمعته، اترك الامور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير، وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه او في رزق دايلك غير متوقع ومال، يعني عندك مشروع انت داخل فيه او مقدم على وظيفة او مقدم على مال، لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم، في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقعه خلال يعني ايام، خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دول، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دي اللي سحركم من حد قريب منكم، يعني
تجنب يعني الحديث أو المكالمات مع الناس دي. في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصر عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض عليه، المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه. إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. بس خلي بالك عندك قرار، القرار ده مهم، ما تستهترش بأي حاجة. خد قراراتك صح، خد قراراتك، حكم نفسك، ولو مش عارف تأخذ قرار استشير أو استشير حد أكبر منك أو حد يكون صديق لي، استشيره في القرار، لأن قدامك قرار، القرار ده مهم وعندك مفاجأة. يعني المفاجأة دي ليست كانت في حسبانك، بس ضربة الحظ هتكون معاك، وضربة الحظ وضربة المال. عندك هنا لقاء بشريك، شريك عاطفي. الشريك ده برد ناري، او يعني ارى برد ناري، ارى في بداية حب بينكم، وارى في البعض. عندك في سفر، سفر قدامك، في طريق سفر. ابشر ابشر، عندك الفرح والنجاح، عندك نجاح. حد من اهلك او اطفالك او اختك او اخوك عنده نجاح، راح يندح باذن الله تعالى. عندك اخبار سعيدة، في اتصال، في مكالمة هتفرحك. المكالمة دي انت منتظرها، ديالك هتفرحك، هتكون فرحان، هتكون مبسوط، راك سعيد من بعد المكالمة دي او الرسالة. بس هنا في حد عايز يردع لك، صديق، حبيب، حد عايز يردع لك، عزيز عليك، يعني كان هو حبيبك قوي، بس حبيبك يعني ممكن يكون عايز يردع لك ويصالحك، على ان هو عايز يردع لك ويصالحك. ممكن حصل ما بينكم خلاف او حصل مشاكل او حصل حاجه يعني ما بينكم، حبيب او صديق او قريب ليك جدا عايز يصالحك، ماشي. هنا البعض منكم هنا ارى برضو يعني هنا بتطلب بميراثك او فلوسك او فلوسك او مستحقاتك، في بتطلب حاجه قديمه، لانك ارى في المحاكم، ارى عندك انتصار في المحكمه، يعني أراك وحققت اللي انت عايزه. هو يعني ممكن نقول ميراث او فلوس او حاجه بتخلصها ديالك من ورا المحاكم او الميراث او حاجه زي دي، بتخلصها وديالك. عندك هنا برضو نجاح مهني، نجاح مهني. في عندك شريك، شريك ده كان مش كويس او حد مش كويس كان عندك، هتخرج من هاي العلاقة دي، لأن العلاقة دي سامة، العلاقة دي تعبتك، العلاقة دي أذتك كتير، العلاقة دي دمرتك، كسرت قلبك. أنت راح تخرج من هاي العلاقة دي، أنت حابب تخرج منها لأنك تعبت، لأنك عملت حاجات كتير وما تشكرتش، في الآخر ده عليك وحطوا عليك وأذوك وكسروا قلبك ودرحوك. لا، في علاقة راح تخرج منها. أنا برضو هنا منكم برضو عند ارتباط أو عرض ارتباط أو زواج، يعني من شخص بعيد عنك شوية. الشخص ده ما بينك وما بينه مسافة كبيرة، ممكن يكون مش من دولتك، ممكن يكون مش من الدولة اللي انت منها، بس في زواج. الزواج انت هتكون مبسوط منه، لانك فرحان سعيد، ان شاء الله يكون زواج الهنا والراحة من بعد التعب اللي حصل في حياتكم. في ناس هنا هتدخل في حياتك، في حد ربنا بعته ليك، يعني هيساعدك، هيأثر عليك بالخير، وهتكون يعني او هو هيكون بسبب معاك في نقلة عالية، مكان عالي لشغلك، طبعا للشغل. ممكن تكون طريق السفر، حد هياخدك تسافر معاه، هيكون فيها ربح كويس، لان هذا الشخص ده هيساعدك او هيدعمك في المال. بس انا ارى للبعض هنا راك يعني هنا في ارى في عندك بينك وما بين الشريك بعد جسدي او روحي او روح، يعني رغم انكم يعني موجودين في مكان واحد، في مسكن واحد او في بيت واحد، في مكان واحد يجمعكم، يعني ارى هنا يعني في مشاكل او نفور ما بينكم، او مش حابين العلاقة، يعني ارى العلاقة الزوجية هذا بسبب سحر، بسبب سحر، سحر سحر. حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد، السحر من وحدة قريبة، واحدة قريبة في العمر
41 43 45 47 في هذا العمر. الست هاي الست هي اللي عملت لك السحر، هي اللي عملت عراكيل كثيرة في حياتك. بس هنا في للعزاب هنا أراكم يعني في رجوع علاقة أو ارتباط، في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب على فكرة، من الأقارب. وللبعض هنا منكم بتكفل في ماضي، بتكفل في ماضي كما كنا، في حد كسر قلبك، في حد درحك، بتكفل العلاقة دي ما بينكم، أراك بتكفلها. بس أنا شايف عندك يعني هنا فرحة في قلب بيتك بإذن الله تعالى، يعني ممكن تقول الخطوبة أو الارتباط أو الرجوع في قلب بيتك، لأن أراك فرحان في قلب بيتك، هي فرحة في قلب بيتك. بس شايفك قلقان على شخص مريض من عيلتك، الشخص ده مش عارف والدك أو والد حد يعني عزيز على قلبك، لأن أنت قلقان وزعلان عليه ومخنوق من حد قريبك، حد قريبك. بس المقربين مأثرين على حياتك كلها، حتى في رزقك، حتى في رزقك معطلينه لك. وحصل برضو النفور اللي ما بينك وبين الشريك، ومنكم برضو الآن بيفكر في الانفصال، ما طايقش أي حد، عندك خنقة، عندك ضيقة، عندك اكتئاب، مش طايق، مش عارف تفكر. بعض الطاقات منكم برضو عنده وسواس قهري تابعة مأثر عليكم جدا، ما مستمتعش بالحياة، ودايما عندك الأفكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك، هي اللي مسيطرة عليك. بس هنا خلي بالك من المرأة دي، الست دي، الست دي تريد أذاكم بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان. أنا على طول بقول عليها مثل الثعبان على طول، لما شوف ست زي كده أذيك، أذياك، حتى لو أختك أذياك أقول عليها ثعبان على طول. بس الصعوبة للست دي عايزة تلف حواليك كده، تاخد مالك، تسحبك عندي، تاخدك تبقى كسراك تحتيه، تسحب كل حدا منك، لكن هي مش بتحبك. بس انت مصدوم، راك مصدوم يعني من شخصية او شخص، الشخص ده بيتكلم عليك، ده بسيرتك بيتكلم عليك كتير. بس انت لما تعرف يعني مش هتبقى متوقع ان الشخص ده هو اللي بيتكلم عليك، ناس قالت لك بس انت مش مصدق، لانك انت عطيله كل السكه، واثق فيه، بتحبه، بتحبه جوه، واثق فيه، مش مقتنع بالكلام. لكن لما هتشوفه وهتشوف بعينيك او هتسمع، هتكون يعني مش مصدق وهتكون مصدوم، هتصدق. بس في صلح هنا ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في صلح ما بينك وما بين الشريك او حد عزيز على قلبك، وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين. وبلاش تفكير في الانفصال، بلاش تفكير في الانفصال، لان رقم منكم بيفكر في الانفصال حاليا. يعني اخلص من السحر الاول اللي عندك، اخلص من السحر، انه ممكن هو السحر اللي عاملكم شويه العراكيل ده او التعبات، هو السحر اللي ممكن يكون ما خلكوش طايقين بعض، هو السحر ممكن، اخلص من السحر. عندك برضو هنا حدث في المحاكم راح تخلصها، هتخلصها بإذن الله تعالى. في حد ظلمك، في حد خس حقك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك، حد يعني خد تعبك، خد شجاك، أمانته، عطته الأمان، عطته الثقة، فتحت له قلبك، بس خذلك وكسر قلبك وخد مالك، خد مالك أو خد أغلى حد عندك. انت عشان انت مكسور زعلان يعني بتقول ليه عمل كده، بتقول ليه اذاني، مع ان انا حبيته وعطيته كل حاجه وفتحت له قلبي، ليه اذاني؟ هو كده مش كويس. فبلاش تدي الثقه لكل الناس، صوابعك مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض، فخلي بالك. بس اطمئن، ربنا معاك، ربنا معاك وهيضل معاك، وهتعدي وهيحميك مهما كانت الصعوبات، ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، حتى لو أنت مش شايفه، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، الحلو طلع لك فجأة، والطريق هتفتح قدامك زي الأول، هي وقفت معاك لكن هتفتح معاك. اوعى تقلق، ما تقلقش، هيطلع لك الخير من أي حتة بإذن الله تعالى، هتلاقي الخير داي لك، هتنصدم، هتنصدم من الفرحة، هتنصدم من الفرحة.
عوض من ربنا دايلك. ارى برضه في طريق السفر ده حلو، السفر كويس دايلك، السفر كويس. بس انت شافك بتفكر تفك السحر اللي عندك، صح؟ بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، ومنكم حاول كذا مرة انه يفك السحر ده بس مش عارف يفكه. تعبك كتير السحر، تعبان، شافك تعبان من السحر، بتبكي، أراك تبكي من الضيقة من التعب. بس الست دي بتدور على أي شيء، أو بتدور على كل شيء يحرق دمك، عاملة لك السحر ده بالوقف الحال وبالعراقيل كتيرة في حياتك. شايف السحر عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، ومشاكل وتعب وضيق. بس برضه هنا يعني الحظ دايلك، بس الحظ دايلك، الحظ دايلك، ومفتاح الفرج دايلك، والسعادة ديالك، لأنك اتظلمت كتير وصبرت، صبرت، صبرت. بس أنت أنا شايفك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بتتحسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل لي السحر. بس حد عندك في البيت، حد يعني كبير في السن بيحبك ده، وبيحاول يعني يدلك على الصح، بيدلك على الطريق الصح، وبيدلك على الرزق، بيحبك قوي، عايزك تكون كويس، عايزك تعلي، عايز شأنك تعلي، بيحبك، عمال يدعي لك دايما، عمال يدعي لك الشخص الكبير. بس انت مشتاق لأطفال، لان عندك يعني ارى كمية في طاقة اشتياق، لا اشتياق لحبيب، لأطفال، لأهل، عندك طاقة اشتياق. بس خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي هي مبينة ان بتحبك، الناس دي مبينة، في ناس مبينة لك ان هي بتحبك، لان انا شايف حزين، انت حزين ودمعتك على خدك، اتظلمت، شايفك برضو انظلمت، او حد انتقم منك، او حد اذاك، لان انا شايفك عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، عمال تتحسبن في حد ظلمك او كسرك. بس الحاجة اللي انت مستنيها هتتم، هتتم، هتتم بإذن الله. عندك انطلاقة حلوة، هو ماشي، عندك حاجات كتيرة مدمرة معاك، لكن عندك انطلاقة حلوة، في ارتباط منكم برضو، ارتباط قريب، عندك فرحة، في أرض بيتك، الفرحة دي هتكون فيها سعيد ليك أو لأختك أو لحد قريبك، لأنه في أرض بيتك، في طاقة حمل، طاقة حمل، طاقة أطفال، إن شاء الله يكون في بشرة حمل بإذن الله تعالى. حد هتفرح قلبك، حد هتفرح قلبك، ربنا يكتب لك السعادة وراحة البال، لأنك أنت طيب، صادق، لأنك أنت اتظلمت كتير، ده عليك كتير، اتهنت واتظلمت من أكتر الناس المقربين. حد عزيز على قلبك متوفي، عندك حد عزيز على قلبك متوفي، ربنا هينصرك، ربنا هيغير لك الأفضل ليك. الافضل لك هيكون ليك، وهتفتح الابواب الرزق اللي انت بتحاول تفتحها، بتجاهد علشان تجيب القرش بالحلال او الجناب الحلال. ربنا ينتقم لك من اللي سحرك او الاذاك، وربنا هيكشف لك كل حقيقة الناس اللي عاملة نفسها بتحبك، اللي عاملة نفسها معاك، اللي بحاولة الناس دي بتحاول تقرب منك عشان تمص من دمك، تاخذ طاقتك الايجابية وتاخذ رزقك. هم يعني بيستغلوا طيبتك، بيستغلوا طيبة قلبك، بيستغلوا يعني حبك للآخرين، يعني رغم دول بيحاولوا يزوق. بس عندك مشروع ناجح، عندك مشروع ناجح، انت بتدخل في مشروع او مشارك حد في مشروع، لان انا شايف عندك طريق فيها مشروع ناجح، المشروع ده راح ينده معاك. بس حد، انا قلت لك، في حد هيقف معاك، حد هيقف معاك، حد هيقف معاك وهيدعمك، لان ارى في حد واقف معاك بيساعدك وهيدعمك، ان شاء الله في نداح. بس خد راحتك واخرج من الطاقه السلبيه، لان اراك بتفكر كتير، مش مرتاح حتى في النوم، يعني مش مرتاح. بس قدامك 3 خطوات هتخطيهم، ومن اول خطوه هتبدا تحسن حالتك النفسيه، حالتك النفسيه، وهتطلع من الاكتئاب، وهتطلع عندك، عشان عندك اكتئاب هتطلع منه، والحزن اللي عندك والخذلان ده كله من اول خطوه باذن الله. بس في ناس هتظهر على حقيقتها قدامك وهتطلعها برا حياتك، الناس دي، الناس دي هتطلع برا حياتك، هتطلعها برا حياتك. ماشي الوضع اللي عندك،
الخنقة، الضيق، التعب، العمود الفقري، التفكير، الوسواس اللي عندك، كله هاي من السحر. إن شاء الله راح تخلص منه بإذن الله تعالى. والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا، إن شاء الله نكون في حسن ظنه للعلاجات. الرقم أمامكم بإذن الله تعالى. وأحبابي في الله، أتمنى من أخواتي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكما تعود انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة إسرار.